الحمل دي نعمة وآيات محتاج منا لرعايات الصبر ما تعبه وهاته الحمل دي نعمة وآيات محتاج منا لرعايات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل السيدات وكل الأنسات، كل الأمهات وكل البنات، كل الجدات وكل الحفيدات، يا كل الأخوات، لكم مني أرق وأطيب التحيات. في المعادة بالذات ولله الحمد والمنة، منذ سنوات طوال يتجدد معكم اللقاء ونتلقى منكم الاتصالات ونجيب على كل التساؤلات، وبإذن الله تعالى نحل كل المشكلات، نقدم الجديد والمفيد والسعيد في مجال علم أمراض النساء والتوليد لكل من ترغب في حدوث حمل جديد، ولكل من تنتظر حدث سعيد، ولكل من رزقت بمولود جديد. هنا بإذن الله تعالى هتلاقي نصيحة مخلصة وعلمية ومفيدة، ووعد إن ده أكيد. في انتظار اتصالاتكم وتليفوناتكم وتساؤلاتكم على أرقام البرنامج التي يتكرر ظهورها عبر الشاشة، يمكنكم التواصل معنا عبر رسائل SMS أو عبر صفحة البرنامج على الفيسبوك. منذ حلقات بدأنا الحديث عن موضوع مخزون المبيض من البويضات، والحديث فيه يطول ولسه فيه فيديوهات كتير وحنتواصل فيه لحلقات قادمة، لكن بأستأذن حضراتكم تقولي لي رأيكم، هل نكمل بعد الحلقتين ثلاثة اللي جايين في نفس الموضوع ولا ننتقل إلى موضوع آخر؟ وطلباتكم أوامر، زي اللي طلبت أننا نعرض التغيرات والتشوهات التشريحية في الرحم وعرضناها، وزي ما جات لي كمان رغبات على الصفحة النهاردة، لكن لسه الكلام في موضوع المخزون ممتد لحلقتين ثلاثة، وممكن نتوقف بعديهم أو نتحول إلى موضوع آخر أو نستكمله بناء على رغبتكم. الحلقة القادمة أو التي تليها، كل عام وحضراتكم بخير، في حلقة نهاية العام سنبث خبر وفيديو وتسجيل صوتي يحمل الأمل لكل متأخرة، انتظرونا بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة أو التالية ليها. سنستكمل اليوم الحديث عن مخزون المبيض من البويضات، اللفظ الذي ترتعب السيدات المتأخرات عن الحمل عند سماعه. قلت ايه؟ السيدات المتأخرات عن الحمل، لكن اللي مش متأخرات عن الحمل ده ما بيبقاش فارق قوي. تعالوا نشوف هذا فيديو تعليمي تثقيفي بيقوله احد الاطباء الامناء الصرحاء اللي بيقول الحقيقة، جبته لحضراتكم وترجمته وهعلق عليه. اذا كان الفيديو جاهز نبتدي نشوفه عشان ما نتعطلش عن استقبال اتصالات حضراتكم. خلي بالكم، سنبدأ الحديث عن مخزون المبيض من البويضات بكلام صريح وواقعي وواضح، مش بس عن أسبابه، كمان هنبتدي نخش فيه هل في طرق للعلاج ولا لا. بدءا من الحلقة دي نشوف الفيديو. إذا كنت بتعرفيش حاجة عن مخزون المبيض من البويضات، لو سمحتي تابع الفيديو ده، هنشوف وهنقول كل الحقيقة. تحليل مخزون المبيض من البويضات هو تحليل هرمون الـ AMH. Generate. So AMH levels decrease over time. Not all women lose their eggs at the same rate. Sometimes younger women can have lower AMH levels than you would have guessed based on their age. Anything that damages your ovary can. طيب نرجع هنا. احنا قلنا حقيقة واقعة وبيأكدها الفيديو، ان السيدات عندها عدد محدد من البويضات وعدد ثابت من البويضات تكون أثناء حياتهم الجنينية، وولدوا بدل ما كانوا متكون 7-8 مليون بويضة ولدوا بمليون فقط، ولما يبتدوا يفكروا في حمل وإنجاب بعد سن البلوغ اللي فاضل عندهم ما بين 300-400 ألف بويضة فقط، والست هتحدث في أحلى خصوبة السيدات 400 محاولة تبويض في حياتها الإنجابية. مرور الوقت والعمر سيقلل المخزون يقينا، وبالتالي السن عامل سلبي جدا، لكننا نتحدث عن سيدات يفقدن مخزونهن من البويضات بمعدل أسرع من المتعارف عليه. اللي بيفرق معانا إن ست تبقى صغيرة السن ومش متوقع إن مخزونها يبقى قليل، ونجد إن المخزون قليل. كل السيدات سيفقدوا مخزونهم من البويضات وسيقل تحليل المخزون بمرور الوقت والعمر، لكن مش كلهم بنفس المعدل. طب دي عوامل بيئية وجينية و هبة ربنا ورزق للسيدات، في سيدات رزقها كتير من البويضات، وفي ستات رزقها قليل، وفي ستات كان رزقهم واحد وعدد البويضات واحد بس معدل الانخفاض والتكسير والضمور فيهم بيبقى أعلى. فمعنى كلمة مخزون مبيض من البويضات قليل يعني المخزون أقل من المتوقع لسيدة سنها صغير في سن الحمل والإنجاب.
ما هي الأسباب التي تضعف مخزون المبيض من البويضات إلى جانب السن اللي هو معروف أنه بيقلل المخزون، وإلى جانب أن يكون دي هبة الله ورزق الله للسيدات في أسباب مرضية؟ نعم، نكمل الفيديو ونشوف ما هي الأسباب المرضية التي تضعف مخزون المبيض من البويضات. نكمل الفيديو. Can reduce your AMH. Surgery on the ovaries, such as removing an ovarian cyst, can inadvertently remove some eggs from the ovaries, and this will lower AMH. Diseases of the ovary, like endometriosis, can also reduce the egg number, and therefore reduce AMH. Smoking speeds up the process of egg degeneration, so it lowers AMH also. Other important factors that can lower your egg number and your AMH include chemotherapy and radiation to treat cancer. High AMH is common in PCOS. In women with PCOS, each follicle produces 75 times more AMH than in women without PCOS. As a result, women with PCOS often have much higher levels of AMH than you would expect given their age. Doctors can therefore use AMH to help diagnose PCOS. For women who have never had trouble getting pregnant, AMH doesn't predict ability to get pregnant. In 2017, researchers in North Carolina started. طيب قبل ما نكمل الفيديو نشرح اللي هو قاله ده. بيقول ان مخزون المبيض من البويضات في عوامل مشهور عنها انها قد تقلله، زي جراحات تجرى على المبيض، زي ازالة كيس على المبيض. الدكتور بدون رغبة منه هيزيل جزء من المخزون الطبيعي للبويضات، وده للأسف شيء حتمي مع هذه الجراحات. مرض هجرة بطانة الرحم مرض معروف ومشهور عنه أنه يقلل مخزون المبيض من البويضات، سواء أصاب المبيض أو لم يصيبه، هو مرض يدمر مخزون المبيض من البويضات. التهابات الحوض المتكررة والمزمنة تدمر مخزون المبيض من البويضات. العلاجات الكيماوية والإشعاعية، الخطر اللي هو قاله بوضوح اللي هو السجاير، الشرب السجاير والسيجرت سموكينج، ده بيدمر مخزون المبيض من البويضات. فالستات اللي متوقع ان مخزونهم من البويضات يبقى كذا ولقينا الرقم اقل، غالبا واحد من الاسباب دي. طب هل في حاجات تخلي المخزون المبيض من البويضات اعلى من الطبيعي؟ نعم، شيء واحد ومرض واحد لا بديل له ولا شيء اخر غيره، هو مرض تكيس المبايض. والمتكيسات عندهن مخزون مبيض من البويضات كرقم مرتفع، وهو رقم زائف يخدع هذا المرض التحليل. وكلما ارتفع تحليل مخزون المبيض من البويضات دل على قسوة وشدة مرض تكيس المبايض. والأطباء بعضهم قد يستغل مرض تحليل المخزون في تشخيص مرض تكيس المبايض وفي تحديد درجته وفي تحديد خطوات العلاج معاه. وكلما ارتفع المخزون كلما أشار إلى شدة تكيس المبايض وأشار إلى عواقب سلبية لهذا المخزون المرتفع، من إن استجابة الست لأدوية التنشيط هتبقى أقل، ومن احتياج السيدات إلى تدخل جراحي اسمه منظار لعلاج التكيسات هيكون أعلى. وهذه هي الحالة الوحيدة اللي يكون فيها تحليل المخزون أعلى من الطبيعي. تحليل المخزون ده يؤثر على فرص السيدات في الحمل؟ الإجابة نعم، لكن محدش يبص على تحليل المخزون ويقول للست مخزونك قليل والله لا يمكن هتحملي. لا نملك هذا، لأن المخزون القليل يشير إلى فرص قليلة، لكنه وحده لا يقول مين هتحمل ومين مش هتحمل. إحنا بنقول المخزون قليل ففرصك قليلة. الراجل ده هيعرض لنا الوقت بحث عملوه في كاليفورنيا وفي نورث كارولينا. عملوا جابوا سيدات ابتدوا يبحثوا عن حمل. انت هتفكري في حمل دلوقتي؟ اه. طب هناخد منك تحليل المخزون، وخفوه عنهم ما قالوهمش. وشافوا بعد سنة، فلقوا بعد سنة نسبة السيدات اللي كان مخزونهم قليل واللي كان مخزونهم كويس وحملوا النسبة تقريبا متقاربة. يبقى المخزون القليل في حد ذاته لا يمنع حمل، ولا يجب ان نستخدمه نقول للست انت مش هتحملي، لكنه يجب استخدامه لان نقول للست اسرعي في البحث عن حمل، لان المخزون القليل هيقل بمرور الوقت وبيقول الفرص قليلة. المخزون القليل معناه انك محتاج تدور على سبب ايه المخزون ده قل ليه وتفسر ده، ولو ان البحث عن سبب لا يفيد في فرص العلاج. المخزون القليل معناه انك تاخد خطوات متسارعة، لكن مفيش مخزون قليل نقوم نقول للست والله لا يمكن هيحدث حمل، لان زي ما قلنا الارقام بتاعتنا دي علم وقدرة الله لا تقف امامها. ونكمل الفيديو بعد اذن حضراتكم. Following 750 women without a history of infertility who had just started trying to conceive.
After 1 year, they compared the AMH levels in women who became pregnant and those who didn't. They found that women with low AMH levels became pregnant just as often as women with normal AMH levels. In other words, AMH did not predict fertility problems in this group. If you do not have infertility, there is no reason for you to have an AMH blood test done. Low AMH does not mean it's impossible to get pregnant. As I stated previously, low AMH levels don't help predict whether fertile women will get pregnant in the next year. Even women who have infertility will sometimes still be able to get pregnant, either on their own or with fertility treatment. It is important to note that the rate of pregnancy with fertility treatments in infertile women with low AMH is lower than would be expected based on their age. AMH is a good predictor of response to fertility medications. If you do have infertility or don't have infertility but are going to be doing a treatment that involves the use of fertility injections, like for fertility preservation, then AMH is a very strong predictor of how you will respond to fertility medications. Women with يبقى ده ما بيقولش كاتب جملة صريحة AMH does not low AMH does not mean that it's impossible انك to get pregnant. مش معنى ان المخزون قليل معناه ان الست لا يمكن ان تحمل، لكنه بيقول ان فرص سيده قليله، وبيقول ده بريدكتور، ده مؤشر جيد جدا ان استجابتها لادويه التنشيط ستكون استجابه قليله، ولن تخرج العدد المتوقع من البويضات، ولن تنتج بويضات لا عددا ولا كفاءه المتوقع، فهو يستخدم كمؤشر لاستجابه السيدات المتاخرات عن الحمل في ان استجابتهم لادويه التنشيط وفرصهم عاليه ولا لا. يبقى بالتالي السيدات اللي عندهم مخزون قليل من البويضات وهم بيشتكوا من تأخر الحمل، أو أي سيدة بالعكس أي سيدة تشتكي من تأخر الحمل، يجب أن يتم عمل فحص مخزون المبيض من البويضات لأنه فحص هام جدا. فإذا كان قليل فده لا يعني أنها لن تحمل، لكنه يعني أن فرصها قليلة، ويعني أن استجابتها لأدوية التنشيط قليلة، ويعني أن الدكتور يجب أن يأخذ خطوات متسارعة ويختصر التسلسل الزمني ليه الخطة لتنشيط التبويض وللعلاجات في هذه السيدة. هنتوقف عند النقطة دي وهنستكمل الفيديو سواء الحلقة دي أو الحلقة القادمة حسب ما يسمح الوقت، وهنبتدي نستقبل اتصالات حضراتكم عشان ما نتأخرش عليكم. خلي بالكم، معنى المخزون القليل مش معناه أن السيدة لا يمكن أن تحمل، والمخزون القليل ما بيقولش مين هتحمل ومين مش هتحمل. المخزون القليل ده بريدكتور، ده مؤشر لفرص سيدة في الحمل واستجابتها لأدوية تنشيط التبويض، هو ده فعلا دلالته الحقيقية. ومعنا اتصال تليفوني، اتفضل. اتفضلي يا نورة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا دكتور معلش يا دكتور، انا اللي كلمتك الدور اللي فات وقلت لك عملت عندك رحم من دار بطني ورحم وكان عندي بطانه. بعد اذن حضرتك، انا بعد اذنكم، حضرتك اتصلتي بالعياده وانا سمعت الاتصال، وقمتي قايله لهم انتوا بتقولوا كلام متعارض ومتناقض والدكتور بيقول كلام متناقض. يا مدام نوره، حضرتك بقالك 4 حلقات بتتصلي اول واحده، تمام؟ انا انصح حضرتك من هنا لحد ما تيجي تعملي حقن مجهري ان تشغلي نفسك وبالك وحياتك بحاجه تانية غير التفكير في الحمل وفي خطوات العلاج بتاعتنا، تمام؟ الى ان يقضي الله امرا كان مفعولا. لا يمكن ان حضرتك مخصصه حياتك ووقتك وجهدك ومالك في ان الاتصال والسؤال والبحث عن الحمل اللي ناويه اعمل حقن مجهري واللي ظروفي لن تسمح بعمله قبل 2 سنين. ان شاء الله ربنا يكرمك دون اللجوء لأطباء، وعشان ربنا يكرم حضرتك، واحد من الأسباب الهامة جدا إن حضرتك تنسي الموضوع وتلقيه ورا بالك، ما قلناش تهمليه، لكن تنسي وتقللي التفكير فيه، تمام؟ لأن أنا الحقيقة ابتدى يوصلني حضرتك بتتصلي على البرنامج هنا 4 أسابيع متتالية، فأول اتصال بتحجزي الخط، ثم سمعت بودني وانتي بتجادليهم في العياده وتقولي لهم الكلام ده متناقض والدواء ده واعمل ايه وانتوا بتقولوا، وده كلام يعني ده زياده. هوني على نفسك على رسلك، تمام؟ خدي نفسك، فكري في حياتك، فكري في اي شيء اخر غير ان يحدث حمل، فسيحدث باذن الله تعالى. اما التفكير المستمر فهو ضغوط عصبية ونفسية، وهي من المؤثرات السلبية التي تضعف المخزون، وهجيب لكم فيديو بيقول الكلام ده، والتي ترفع هرمون اللبن وتقلل كفاءة التبويض ولها آثار سلبية كتير.
ان شاء الله ربنا يكرم حضرتك دون الحاجه لاتصال بينا ولا اللجوء لاي طبيب يا رب. معنا اتصال تليفوني اخر. اتفضلوا. اتفضلي يا فندم. ما انا ما قدرتش اوصل له. اتفضلي. طب حضراتكم الصوت. اتفضلوا. وهي كشفت يعني عند الدكتور يعني فالدكتور قال لها يعني التبويض بتاعك 14 فعضها علاج والتبويض بتاعها دلوقتي بقي 18 اخر حاجه يعني. هو ايه ال 14 وهو ايه ال 18؟ التبويض بتاعها التبويض. حضرتك اكيد اكيد تقصدي حاجه اسمها كده مقاس وحجم البويضه. مفيش حاجه اسمها التبويض 14. 14 يا مدام يا ستي يا هانم يا سيدتي يا ستي بعد اذنك. ايوه ثانيه واحده. اولا انا ما سمعتش المكالمه من اولها. ثانيا مفيش حاجه اسمها التبويض 14، اسمها مقاس البويضه حجم البويضه. لكن ما علينا، ممكن نحكي القصة من الأول بعد إذن حضرتك؟ هو هي متابعة مع دكتور يا دكتور، والدكتور قايل لها يعني اللي هي مين؟ اللي هي مين دي اللي متابعة؟ هي بنتي 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 بنت حضرتك. عمرها كام سنة؟ عمرها 21 سنة. ومتزوجة بقى لها قد إيه؟ متزوجة لها سنة ونص. حلو، وما حصلش حمل خلال السنة ونص دول؟ لا ما حصلش حمل، هي الدورة يعني تغيبها 35 يوم 38 يوم. وهي الدورة ما غيبتهاش 35 و38 و40 و42 الا لما اتجوزت. ما كانش بيحصل كده وهي آنسة؟ لا كان يحصل. كشفت لها عند دكتور وبعد أيوة. كده انتظمت. وكشفت لها عند دكتور فادها علاج. فلما خدت العلاج كانت الدورة بتبقى منتظمة. أيوة. ايوه اللي بتيجي منتظمه على العلاج دي ما اسمهاش دوره ولا ده اسمه علاج، ده اسمه ادويه لانزال الدوره، واللي كانت بتيجي دي اسمها دوره اصطناعيه. حضراتكم انكم مش فاهمين الكلام ده فخدعتوا وافتكرتوا ان كده هي اتعالجت وان دي دوره. الله، العلاج ظبط الدوره، دي دوره العلاج وليس دورتها هي. محدش قال لكم ان تاخر الدوره ده معناه خلل في الهرمونات وعمل تحاليل للهرمونات وهي آنسة؟ لا ما حدش قالنا يا دكتور. ما حدش قال ولا حدش طلب يعني. التحاليل؟ لا انا وديتها. طب وبعد يعني. بعد الجواز حد طلب تحاليل؟ لا الدكتور ما طلبش تحاليل خالص. تابعين معاه بس ما طلبش تحاليل خالص ولا حتى تحليل جوزها؟ لا ولا جوزها عملش تحليل. الله اكبر. يعني بنت حضرتك بقالها سنة ونص تتردد على عيادات الاطباء وبيدوها تنشيط للتبويض وبيتابعوا البيضة ويقولوا لها الله كبرت ومحدش طلب تحليل للزوج؟ هو جوزها في الديش يا دكتور، عايش اجازه ويمشي يعني. بس هي الدورة هتغيبها تقول 38 يوم يا فندم. ده علاقته يعني ايه؟ ان هو في الجيش وان هو بيقعد 40 يوم وينزل، وان هو علاقته ايه بان محدش طلب تحليل له؟ هو في واحدة هتحمل لوحدها ولا هتحمل؟ لا. لازم يكون معاها راجل ويكون الراجل ده كويس وطبيعي. لا مش هي، حضرتك جاوبي على السؤال. ايوه يا دكتور معاك. لا مش معايا، حضرتك جاوبي على سؤالي كده، قولي لي ايوه ممكن تحمل لوحدها بغض النظر عن جوزها. جوزها ده ملوش اي اهميه؟ لا لا هو طب. جوزها هيجي بعد الدوره يعني هيجي. قال له هو يوم 10 التبويض بتاعك يوم 10 يوم 11 يا ست الكل. فهيحضر هو. يا ست الكل افرضي انه أيوة. حضر كل تبويض وان هو تحليله وحش هيحصل حمل؟ لا. تبقى ايه اهميه انه بيجي؟ طب ايه راي حضرتك ان في كليه الطب كل من دخلها كل من عدى برجله جواها بندرس له ونقول له كده ان اول فحص من فحوصات تاخر الحمل هو عمل تحليل للسائل المنوي للزوج اول فحص؟ ايوه يا دكتور. فده ما اتعملش. نمره 2 يا دكتور بنقول لهم كمان كده في كليه الطب ان الدوره مراه الهرمونات، بمعنى ان اللي عندها لخبطه في الدوره اكيد عندها خلل في الهرمونات. فالست بنتك دي عندها لخبطه في الدوره من وهي آنسة غير معالجه وزادت، ها زادت في الوزن وزادت في الخلل، ومحدش طلب انها تتشك بابره ولا تعمل تحليل الهرمونات. فهذا ليس طبا، هذا ليس طبا. تمام. والبيضه ال 14 وبقت 18 والله دي حلوه، ده انت هايله بس بطلي تفكري الشهر الجاي هتجيني حامل، ده التبويض ده بتاع توأم، دي هتجيلي حامل في توأم، وانت كنت نازله من على سلم العياده تقولي بسم الله ما شاء الله قلبي كده بيزغرط من الكلام المتفائل اللي الدكتور ده انا استبشرت بوشه، الكلام ده كله خداع.
لو سمحت يا دكتور. سمحت. لو يا دكتور. تفضلي. لو سمحت يا دكتور، طب اسالك سؤال علي انا وبعد كده اسمعك بالتلفزيون. انا اتصلت بك الاسبوع اللي فات، انا عندي الدكتور قال لي الرحم بتاعك متضخم، انت قلت لي يعني وحكيت معايا بس ما قلتليش ان انا اروح اعمل يعني اروح للدكتور تاني او اعمل عمليه او ايه بالظبط. انا عايزاك ترد عليا يا دكتور معلش. حاضر. طب ايه راي حضرتك بقى ان انا الحمد لله ما بنساش ووافي جدا في اجابتي، قسما قلت ان اللي عند حضرتك ده اسمه ادينومايوزس واسمه تغدد رحمي واسمه تضخم في عضلة الرحم، وانه بيحصل في الستات اللي سنها 35 سنة فيما فوق وسبق لها الحمل والولادة اكتر من مرة، وانه بيستجيب للعلاج في تلت الحالات فقط، اما تلتين الحالات فلا تستجيب للعلاج وتحتاج الى استئصال الرحم. يعني قلت لحضرتك انك تروحي وتاخدي علاج، وقلت ان حديثا ظهر حاجة اسمها اللولب الهرموني او المرينا، وان الحالات اللي ما بتستجيبش للعلاج بقينا نحط اللولب ده، فبقى قلب المعادلة إلى أن تلتين الحالات بتستجيب عليه والتلت فقط هم اللي يحتاجوا لاستئصال رحم. لكن في كل الأحوال يظل التشخيص النهائي القطعي لمرض الأدينومايوزس أو تضخم عضلة الرحم هو عند استئصال الرحم وإرساله للتحليل الباثولوجي، قسما قلت الجمل دي كلها. وبالتالي قلت لحضرتك وأجبت ووفيت أن حضرتك محتاجة تروحي لطبيب ومحتاج يتقيم بطنط الرحم، وقد نحتاج لكحت لبطنط الرحم، بس قمت قايل لكن المشكله والمرض في عضله الرحم وليس في البطانه في الاغلب، وقلت اننا محتاجين ناخد علاج، وقلت ان التلت فقط هيستجيبوا للعلاج والتلتين اللي مش هيستجيبوا هيحتاجوا لاستئصال الرحم، قسما قلت ده. اما بالنسبه لحاله بنت حضرتك فده هتحفظ في التعليق على ما يتم، هذا ليس الطريق الأمثل الذي تسير فيه. مفيش تحليل للزوج اللي هو الفحص رقم واحد في فحوصات تأخر الحمل، مفيش تحاليل للهرمونات لمريضة عندها خلل هرموني واضح، مفيش مصارحة بحقيقة مرضها من وهي آنسة، خداع بإوهامها بأن ما ينزل بالعلاج هي دورة، خداع بإيهامها بأن في تبويض جيد وهو مش جيد، وهذا كله خداع. وبالتالي ستستمر هذه المشكلة إلا أن يشاء الله، لأن الحمل في الآخر بيد الله، قد يحدث وفي مشاكل كتير للأسف الشديد مفيش علاقة بأن جوزها بيقعد في الجيش وأنه بينزل بعد الدورة وأنه لما بنستدعيه بيجي وبيجي يحضر أيام التبويض بأنه ما يطلبش منه تحليل. تفضلوا معنا اتصال تليفوني آخر. أيوة سلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك الصوت بيروح ويجي. ايوه حضرتك انا ست عندي 40 حضرتك بركب اللوب يعني من اول سنين العمر بركبه واطلعه ثاني اركبه احمل واقل بركبه ثاني لحد حضرتك در وقتها سنتين ثلاثه الدكتور قال لي ان الزاويه بعض اللبوس على الرحم وكل ما اروح حضرتك ان انا اتعالج جاي فتره يعني اروح عند الدكاتره بتاعت عندنا جاي بتعالج بيديني علاج اروح اركب الشريط يقول لك فرحه واخدة كمية من المضاد الحيوي وبرضه حضرتك القرش مرضات تمشي يعني بالله عليك تقول لي ايه العلاج يعني. حاضر انا بس هجاوب على اللي سمعته، سمعت ان انا بركب لولب وبيقع وبحمل عليه دي سمعتها، سمعت لا كمان يا دكتور. لا يا دكتور سمعت كمان في وسمعت كمان في الاخر بيقولوا لي عندك قرحه وبيدوني مضادات حيويه، وانا سمعت حضرتك بتقول ان مفيش حاجه اسمها قرحه. اه وده باكده تمام. ايوه حضرتك بالوقت حضرتك مش بخاف. يا جماعة إذا كان حد في الكنترول سامع اللي هي بتقوله يوصله لي بتفسير واضح، إذا ما كانش يبقى هنطلب من حضرتك تتصلي مرة أخرى لأنها مش قادرة أفسر خالص الكلام. الحاجات اللي سمعتها جاوبت عليها، لولب وبيقع وبحمل عليه، وبعدين سمعت كده يبدو أن في نزيف وحد بيقول أن في ورم ليفي اللي أنتوا بتوصفوه بلفظ أنا ما أحبش أقوله على الهواء. نمرة ثلاثة كمان بتقولي إن قالوا لي إن في قرحة وإن أنا بأعالج من قرحة، وهذا تشخيص ولفظ طبي ألغي من عشرات السنين وده حقيقي، والمضادات الحيوية اللي حضرتك بتاخديها مش هتبقى مجدية في ده يعني. معانا اتصال تليفوني آخر. تفضلوا. أيوة دكتور. أيوة. حضرتك انا عندي قرحه على الرحم. اه. كل ما اروح اركب اللوب حضرتك يروحوا يقولوا لي خد علاج، اخذ علاج برضه حضرتك مش ما تخاف، ليه سنتين ثلاثه على العلاج برضه حضرتك مش ما تخاف، والبرشام حضرتك بيرفع للضغط، عاوز اركب اللوب بس ما عرفتش ايه العلاج حضرتك.
حضرتك وانا عندي ارجعي تاني. تروحي لدكتور كويس يركب لحضرتك اللولب، هيبقى الكلام كله ظريف ولطيف وهايل، وهيبقى واللولب واحد من الوسائل الهايله. وحضرتك لانك سنك 40 سنه ممنوع تستخدمي علاجات فيها هرمونات، ومش بس عشان ضغطك بيعلى ولا وزنك بيزيد ولا سكرك وارد انه يعلى، السن في حد ذاته يمنع استخدام العلاجات الهرمونيه. تركبي لولب كويس هيبقى كويس، وكل ما حضرتك بتروحي بيقولوا لك ده انت عندك قرحه، احنا مش هينفع نركب لك لولب، هم بيقولوا الحجه كده يعني. ايوه حضرتك كل ما اروح يقولوا لي لا عندك قرحه ولحميه على الرحله. طيب هو يا فندم جايز تكون في لحميه، معرفش يعني، لو في لحميه تزال عظيم، لكن الجزء الاولاني اللي حضرتك نطقتيه واللي هم بياخدوه ذريعه لعدم تركيب اللولب لحضرتك، هذا ليس طبا. حضرتك تروحي لدكتور كويس شاطر هيركب لحضرتك لولب، هتروحي الدنيا كويسه خالص. تمام؟ اول ما حد يقول انا مش عارف اركبه عشان في قرحه، يبقى ايه؟ ما تنطبقش عليه الصفات اللي احنا قلنا عليها. تمام؟ بس حضرتك بيدوني علاج مش بخاف. حضرتك لا يوجد شيء اسمه هذا في الطب من عشرات السنين. طب ما ليه حضرتك العلاج يعني؟ علاج لايه؟ لو قال لي عندك قرحه وعندك لحميه، دلوقتي حضرتك كل ليه سنتين على العلاج دي باخد كميه من المضاد الحيوي وبيديني البوس حضرتك، برضه مش بخاف، اروح اركب يقولوا لي لا ما ينفعش تركبيه. طيب حضرتك يبدو مش سامعاني، فانا هقول ثلاث جمل بعد اذنك اسمعيهم من التلفزيون. قلت ما اعرفش في لحميه ولا لا، ولو موجوده تزال. نمرة اتنين، قلت مفيش اللفظ التاني اللي حضرتك بتقوليه والمضادات الحيوية اللي حضرتك بتاخديها لسنوات دي وهم لا طائل من ورائه. قلت نمرة تلاتة ان حضرتك تروحي لطبيب كويس يركب اللولب في خمس دقايق وتروحي. فإذا حد قال ان أي حجج لعدم تركيبه يبقى لا تنطبق عليه الصفات اللي احنا قلناها، فنبحث عن من هو بهذه الصفات اللي هو ايه؟ كويس وقادر ومتمكن. معانا اتصال تليفوني اخر. الو. ايوه يا فندم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. انا حضرتك كشفت وعملت تحاليل و حضرتك كشفتي لايه؟ شكوتك ايه؟ انا بقالي سنتين ونص متجوزه. ايوه. وخلال السنتين ونص دول حصل حمل خمس مرات؟ لا ما حصلش حمل. طب بس حضرتك مش ده اللي مفروض حضرتك تقوليه؟ كل مريضات تاخر الحمل في مصر كده، انا متجوزه وعملت تحاليل، في جمله بتبقى ناقصه، انا متجوزه بقالي كذا وما حصلش حمل، فرحت الاطباء فقالوا عندي كذا فطلبوا تحاليل كذا. طيب حضرتك مش حضرتك عملت كل التحاليل حتى اشعه الصبغه. ثانيه واحده يا فندم، ثانيه واحده حضرتك الوقت كده ايه بتحطي لي سد وتوقفيه قدامي. عملت كل التحاليل اللي اتطلبت منك واللي اتقالت لك ان دي مطلوبه، وده مش معناه ان دي كل التحاليل. تمام حضرتك. يبقى عملت اللي طلبوه مني، مش عملت كل حاجه ومحدش عارف يفيدني بحاجه وانا ما عنديش حاجه، الظاهر ان انا محسوده ولا معمل لي عمل. لا 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 مفيش كده. تمام؟ واحده واحده كده. انا متزوجه بقالي سنتين ونص وما حصلش حمل خالص. زوجك معاكي طوال السنتين ونص دول؟ ايوه. طيب وعمل تحليل؟ ايوه. وتحليله كويس الحمد لله، مفيش الا الحركه ضعيفه شوي وصديد. طيب يعني قالوا له ان في صديد شويه. أيوة. عمل ضعف في الحركه، لكن الضعف اللي في الحركه بسيط مش المفترض. أيوة. انه يمنع حمل. لا مش أيوة. قالوا علاج قبل كده وقالوا له امشي عليه 3 شهور. تمام. هو طبعا حضرتك قالوا له امشي عليه 3 شهور، المصريين كلهم بيفهموا امشي عليه 3 شهور وبعدين طوحوا ارميه. لا هو المفروض الدكاترة بتقول امشي عليه 3 شهور وبعدين حضرتك تعيد التحليل، فإذا تحسن التحليل يبقى تحسن من أثر العلاج، يبقى حضرتك تكمل على العلاج. بس هم الدكاترة ما بيكملوش الجملة دي باعتبار إنها مفهومة يعني، يقول له خد العلاج ده 3 أشهر، يقوم كل الرجالة يقول لي وخدته 3 أشهر وبعدين رميته. بس ما علينا من ده. عمل إشاعة. أه فأثبتت إنه عنده دوالي. عمل إشاعة. من الدرجة الرابعة الثالثة. تمام. عنده دوالي من الدرجة الثالثة. حضرتك بعد إذنك ما تستنيش تسمعيني من التلفزيون وتكلميني من التليفون بس، عشان بعد ثواني هتلاقي الخط اتقطع لو استمرتي تعملي كده. فهو عنده دوالي وعنده ضعف. أيوة. في الحركة، وادوله علاج 3 أشهر، فهو خد العلاج 3 أشهر وما عادش التحليل بعدها.
ما عادوش بعديها. اه ليه بقى؟ لانه قال الدكتور قال لي 3 اشهر، هم 3 اشهر وخلاص انا هبقى هو العلاج. واذا عملنا له تحليل وقلنا له التحليل ضعيف يقول لك ليه يا دكتور ما انا خدت العلاج، واكن العلاجات سحر، واكن العلاجات ناس بتستجيب وناس ما بتستجيبش. فطلع اول صد حضرتك رميتهولي كالعاده ان انا عملت كل التحاليل، اول ما ابتدينا نتكلم طلع ان الزوج عنده مشكله، والمشكله دي لم يتم تقييمها مره اخرى اتحسنت ولا لا. يعني والزوج ده عنده دوالي من درجه متقدمه وعامله تاثير على الحركه بتاع الحيوانات المنويه وان كان تاثير بسيط. تمام. يعني هو يعمل تحليل مظبوط، لو في تاثير مظبوط ياخد العلاج تاني. مظبوط. واذا حصل تحسن في التحليل بالعلاج يعمل ايه؟ يكمل على العلاج. لحد امتى؟ لحد ما يحصل حمل، لان المبتغى ان يحصل حمل. تمام. طبعا مشكله الرجاله ان ما عندهمش طقطان، الستات عندهم اصرار وعزيمه في قصه تاخر الحمل دي، اما الرجاله انك تقنعه انه ياخد علاج 3 شهور واحيانا يقول لنا انه بياخده وهو بيروح يطوحه. الحاجه الثانيه بقى ان كنا عايزين نسمع ايه بقى الفحوصات اللي اتطلبت من حضرتك. تمام. والست الفاضله اللي بتقول ان جوز بنتها في الديش وانه بيجي بس بعد الدوره وانه مش عارف ايه، طلع هو الرجاله لما بيحللوا لهم بيطلع عندهم مشاكل. ومعقوله دكتور يعني يبقى في الجيش ويبقى التحليل بتاعه فيه مشكله؟ اه طبعا، لان هو ما بيطلبوش ده لدخول الجيش. وان عنده دوالي مثلا، ايوه، وقد لا تكون مكتشفه. تمام. فبالتالي مفيش في الطب انك تكتب اي تدخل علاجي لمريضه دون ان تطمئن الى تحليل الزوج. لان هناخد، لان الستات فحوصاتها طويله ومعقده وكذا خطوه، وبالتالي كل ما تقعد تمسك خطوه وتظبطها ممكن تروح لخطوه تانية. ولو انت مش مطمن على الزوج اللي هو يمثل 40 ل 50% من اسباب تاخر الحمل، يبقى كل اللي انت بتعمله ده مجهود بلا طائل. معنا اتصال تليفوني اخر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت دكتور، انا عملت منظار رحم وبطن عند حضرتك لبطانة رحم مهاجر وزالت التصقات، وطبعا كملت العلاج الحمد لله لحد النهاية ونزلت الدورة الطبيعية وبدأت تنشيط. بس بعد المنظار مباشرة يعني حصل ألم في المعدة، وكان عندي نسبة تكيس كنت باخذلها علاج، رحت تركتها 3 أيام وبعدين رجعت للعلاج. ففي الفترة دي زاد عندي هرمون اللبن في الثدي. كلمت حضرتك، رحت قلت لي خذي علبتين الوندا وبعدين استمر على اللاكتوديل. حصل. فبعد كده دكتور بعد التنشيط فطلعت 6 بويضات، واحده بس اللي كملت 19 والاخرين صغيرين يعني. بعد كده قبل الدوره ب7 أيام في الم في الثدي. مش عارفه انا على كده دكتور اعمل تحليل، عشان الدكتور مش راح له اليوم العاشر يعني من تبعت التبويض، اعمل تحليل الهرمون اللبن يكون زاد عندي اثر على التبويض، او كده انا ماشيه طبيعي او النسبه تكون يعني زادت عندي؟ حاضر. عايز ارد حضرتك لو سمحت يا دكتور. حاضر. الاولى للمره اللي تقارب ال100,000 ان مريضات العياده الاتصال بالعياده حيث ليهم ملف هناك حيث يمكننا الاطلاع عليه والاجابه عليه. ثانيا، حضرتك وقفتي العلاج لعدة أيام ومع ذلك ارتفع هرمون اللبن، عل الله يكون ده دليل لحضرتك ولغيرك إن إحنا مش كاتبين العلاج ده اعتباطا، وإننا أرباح الشركة اللي بتصرف الدواء ده لا نشارك فيها، ولكن هذا العلاج ضروري لأن مريضات التكيس ومريضات تنشيط التبويض عرضة لارتفاع هرمون اللبن. نمرة 3، ألم الثدي في حد ذاته ليس مؤشرا يقينا إن هرمون اللبن ارتفع، وقد يشير لارتفاع هرمون اللبن وقد يكون لا. واللي حضرتك بتقوليه بيؤكد ان حضرتك لم تأتي لمتابعة التبويض عندنا، وبالتالي نحن غير مسؤولين عن نتائج هذه المتابعة ولا ما سينتج عنها. لاننا اذا حضرتك كنت جيتي عندنا فهتلاقينا احنا مهتمين جدا بان كل هرمون فيه احتمال يكون فيه مشكلة منه بنعمل تحليل ودلالة له، حيث مهنة تأخر الحمل هي مهنة ارقام، والأرقام لها دلالات وقراءات. والآن في ألم في الثدي، وارد يكون هرمون اللبن مرتفع، وارد، ووارد تكون دي أعراض التبويض، وارد، ووارد تكون دي الأعراض الجانبية للعلاج بتاع تخفيض هرمون اللبن فهو يحدث آلام في الثدي عند بعض السيدات.
وإذا كان هناك ارتفاع في هرمون اللبن فهذا قد يعوق الحمل، نعم، وبالتالي نبقى بنبوظ الطبخة اللي عاملينها وشهور من العلاج ومئات من الجنيهات ومنشطات ومتابعات عشان شوية ملح بسيطة. وبالتالي الأفضل إن عمل تحليل لهرمون اللبن، والأفضل هو متابعة التبويض في مكان يهتم بهذه المعطيات كلها وفاهم الدنيا بتمشي إزاي. وبالتالي نحن غير مسؤولين عن نتيجة هذه المتابعة، لكن النصيحة اللي نقدر نقولها لحضرتك تليفونيا هو يجب عمل التحليل، وإذا كان مرتفعا يجب أخذ علاج لتخفيضه. مفيش فحوصات لتأخر الحمل ومفيش علاجات لتأخر الحمل في أي سيدة دون عمل تحليل سائل منوي للزوج. مفيش أي علاجات لتأخر الحمل دون عمل تحليل سائل منوي للزوج. ومفيش علاجات لسيدة اعتباطا اللي هو دون عمل تحاليل وفحوصات. ومفيش تنشيط للتبويض دون البحث عن سبب ضعف التبويض. فكتير من السيدات عندها ضعف في التبويض بسبب ان هرمون اللبن مرتفع، فإذا اديت تنشيط للتبويض دون ضبط هذا الهرمون فلن يحدث استجابة، وإذا حدث استجابة فلن تخرج بويضات، وإذا خرجت بويضات تبقى جودتها ونوعيتها سيئة، فرص حدوث الحمل منها قليلة. وقد يكون السبب في ضعف التبويض خلل في الغدة الدرقية فيجب إصلاحه، وقد يكون السبب تكيس مبايض فيجب إصلاحه، وقد يكون السبب ضعف مخزون المبيض من البويضات فيجب العلم لعشان ما نبقاش متعاميين عن مشكلة شديدة. وكل هذه المشاكل تكتشف بتحاليل، والتحاليل شكة إبرة ومفيدة وسهلة وبسيطة بشرط أنها تتعمل في معمل جيد موثوق في أرقامه وفي نتائجه. أما إن سنة ونص من عدم حدوث حمل ودورة غير منتظمة وزوج غير منتظم في التواجد وتحليل زوج لم يجرى وتحاليل لم تجرى وعلاج وخداع لفظي منتشر ومشهور، انت هايلة والتبويض هايل والبويضات عظيمة وهتجيني حامل الشهر الجاي، فكل هذا من الكذب الذي تعشقه السيدات وبالتالي يروج له أطباء النساء لأنهم يريدون إرضاء هذا الزبون الغالي اللي هم بيعشقوا من يداعب أسمعهم بكلام جميل. ولكن الحقيقة والدليل هي ما يقوم عليه الدليل ويقوله التحليل، ودايما عشان يبقى العليل واثق في تشخيص الطبيب يجب أن يكون هذا التشخيص مبنيا على دليل وعلى تحليل. معنا اتصال تليفوني اخر. الو. ايوه. السلام عليكم يا دكتور. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حضرتك انا مدام شريفه من اسكندريه، بتابع برنامج حضرتك. لو سمحت انا عندي 48 سنه وعندي ورم ليفي في تجويف الرحم بقالي بتاع 10 سنين. حضرتك بيعمل لي لخبطة، ألاقي الدورة تنزل نقط 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 ما بتتزبطش معايا غير ببرشام اسمه سيدلوت نور، أخده كان الأول بيزبط شهر شهرين، دلوقتي حضرتك الموضوع زاد على طول باستمرار، يا دوب أرتاح شوية ما بكملش شهر ويرجع تاني. انت عارفة حضرتك ان انا ساكت، ما بيكبرش حضرتك، ساكت على غير العادة وما بعلقش ليه؟ عشان الكلام اللي حضرتك بتقوليه ما هواش طبا، عشان حضرتك قمت راميالي في الاخر والورم ما بيكبرش، عشان ده حد قالهولك، عشان حضرتك انت والحد ده مش عايزين تعملوا جراحه له، وبالتالي ما ليس طبا هتلاقيني ما علقش عليه كده. هو في دكاتره قالوا لي لازم تعملي جراحه، بس حضرتك مش عايزه اشيل رحم، بس حضرتك مش عايزه، حضرتك نص حضرتي انا فعلا مش عايزه. ايوه يا فندم حضرتك خلاص انا ادركت المشكله، عشان كده انسحبت من التعليق. حضرتك بتطلبي تعليقي الطبي، لكن حضرتك واخده قرار. في دكتور، في دكاتره قالوا لي اصبري استحملي شويه لحد انقطاع سن الدوره. يا فندم قالوا لك اللي انت عايزه تسمعيه. حضرتك الدكاتره دول انت رحت لهم وقلت لهم كده، في دكتور قال لي ان انا اعمل عمليه وانا مش عايز اعمل العمليه،
فهو هيقعد يقول لك انا هحارب معركه خسرانه ليه؟ قال لك اللي يرضيكي، قال لك اللي انت عايزه تسمعيه، قال لك عشان ما تجادليهوش، قال لك عشان تخرجي مبسوطه، قال لك عشان تحصلي على اللي انت حصلتي عليه، تروحي لاهلك وناسك وقرايبك تقول لهم لا هو انا اللي قلت ده، في دكتور اهو وقال لي ما تعمليش عمليه. ده هو حضرتك مش رايحه لهم عشان يفيدوكي، حضرتك رايحه لهم عشان يختموا على اللي انت قررتيه. واحنا ما بنشتغلش بصامين. أيوة للاسف الشديد، للاسف الشديد، للاسف الشديد، ان انا مستعد اسمع كلام حضرتك في تخصصك. فممكن تكوني احسن واحده بتطبخي، فاقول لك الطبخه دي بتتعمل ازاي واقعد اسمعك، لان انا جاهل فيما تدركيه انت. لكن حضرتك نصبتي نفسك عالم فيما ليس لك علاقه بيه. المشكله مش في الدكاتره، المشكله مش في الدكاتره، الدكاتره كلهم عارفين الحقيقه. المشكلة في شخصية حضرتك، فهم بيقولوا اللي يراضيكي. أيوة. والدكتور، الدكتور قيل عنه، قيل عنه حكيم لأنه أوتي الحكمة، لأنه مش المفروض يشتري الدنيا ورضاكي بإغضاب الرب، لأنه اللي قالوا لك كده ما قالوش الحقيقة، لكن قالوا ما يرضيكي عشان تخرجي. هما لقوا ان الحرب اللي هيحاربوها معركة خسرانة مع حضرتك، انت مصرة انت مش هتعملي، فبيقول لك طب ماشي خلاص هنوجع قلبنا ليه؟ واحدة مش عايزة فايدتها. حضرتك انا بهرب من العملية علشان انا في 2005 كان عندي كيس شوكولاتة على الرحم وسبب لي مشاكل جامدة وعمل لي التصاقات وكان الرحم فيه التصاقات في المعدة وكانت حالتي وحشة قوي. فانه حضرتك اهاي سيرجيكال ريسك، يعني عيانة التدخل الجراحي فيها معيب ويحتمل إلى خطورة ومشاكل، لكن ده مش معناه، ودي حقيقة، وبالتالي محدش يعمل العملية للست دي. خلي بالك من بقية الجملة بقى، محدش يعمل العملية للست دي إلا فريق جراحي محترف، يعني جراح نسا شاطر ومعاه مساعد ومعاه دكتور جراحة ومتخصص في جراحات الحوض، عشان دكتور الجراحة ده يفادي جرح الامعاء والقولون. ايوه فعلا ده اللي حصل معايا في العمليه الاولانيه، شالوا لي كيس شوكولاته من على الرحم كان تعبني جدا برضو. اسمه من على المبيض وهو مرض اسمه البطانه المهاجره وليس كيس. والبطانه ما حدش قال لي ان انت مريضه بطانه رحم مهاجره، لان حضرتك شخصيتك لا تقبل. انا سمعت من حضرتك وعرفت ان انا كنت مريضه بطانه رحم، لان حضرتك شخصيتك لا تقبل المرض. الدكاتره يا فندم حضرتك، في من الدكاتره نوعين، نوع ضغطهم وسكرهم وصحتهم بتروح لانهم بيقعدوا يحاربوا المرضى عشان يفهموهم، ونوع تاني يقول لك انا هوجع دماغي ليه، هي مش عايزه، واحد مش عايز يستفيد، انا هوجع دماغي. مش انت يا فندم راضيكي كده؟ طيب خد يا اهو استرونيت نور قرصين، ما استريحتش عليهم ثلاثة، الدكتور التاني لا 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 خليهم أربعة، ستة في اليوم، ايه رأيك؟ حلوين كده وحضرتك مبسوطة كده. انا حضرتك بطني بتنتفخ ورجليا بتورم وبستحمل عشان خاطر الدورة كمان بتيجي بنزيف قوي، وانا بستغرب يعني كاني رجعت في سن ال 18 سنه. حضرتك المفروض انها تقل يا دكتور. لا يا فندم المفروض ده حضرتك اللي فرضتيه، المفروض ده لما تكوني حضرتك طبيعيه وبتقتربي من سن الياس الطبيعي. بالمناسبه متوسط سن الياس في مصر هو 52 53 سنه، يعني حضرتك قدامك 3 4 سنين اخرى اذا كان هيجي عندها سن ياس يعني. ومن هذا النزيف اللي هو مش حضرتك بعد 3 اشهر القصه هتنتهي، تمام؟ وحضرتك مريضه بطانه رحم مهاجره وهو مرض يحدث التصاقات شديدة في الحوض، وهو مرض مرتبط بالأورام الليفية، يعني في علاقة وثيقة بينهم الاثنين، أصحاب كده بيجوا مع بعض. وحضرتك بطانة الرحم المهاجرة اللي كانت في الحوض وفي المبيض الآن وصلت إلى الرحم، ففي تضخم في عضلة الرحم اسمه أدينومايوزس، وفي كمان ورم ليفي، والورم الليفي للأسف الشديد في المنطقة الحساسة من الرحم داخل تجويف الرحم، فسيحدث نزيف لن للأسف لن يستجيب لأي علاج من ده. في بقى حاول ان انا افادي الجراحة بحاجة اسمها ان انا اغلق الشريان المغذي للورم الليفي، ولو ان ده مش ناجح قوي في حالة حضرتك، او محاولة، لكن اللي حضرتك بتعمليه ده مش مجدي، تمام؟ وحضرتك هتلاقي بقى الهيموجلوبين بتاعك الوقتي 9، وهتلاقيني وانا بقول الوقت حضرتك قدام التلفزيون هتقولي وهو عارف منين؟ هتلاقي الهيموجلوبين 9، وكل شوية عندي أنيميا،
وضربات قلبي سريعة ولوني بهتان ومش قادرة أبذل مجهود وقلبي بيرفرف وبتيجي الدورة بينزل عليا نزيف زي ما تكونوا دبحين دبيحة يا دكتور وبينزل كتل دم ومغص شديد وألم في ظهري وقبل الدورة بأسبوع والبعد الدورة بأسبوع ألم شديد بيسمع في آخر سلسلة ظهري وقرب فتحة الشرج والحوض كله عندي بحس إنه فيه. هذه أعراض المرض الذي لم يقال لحضرتك إنك مريضة مرض بطانة مهاجرة فسفهوا الموضوع لحضرتك. ده أنت عندك كيس دم هنشيله. لا يا فندم ده مش كيس دم هنشيله، ده مرض تم استئصال الجزء المرئي منه اللي هو كيس الدم، لكن المرض ما زال موجود وللأسف بيتطور وللأسف مصاحبه حاجة تانية. كون ان حضرتك هاي سيرجيكال ريسك كيس يعني حالة خطورة التدخل الجراحي عالي، وده بعترف بيه ليه؟ لمشكلتين، لان حضرتك مريضة بطانة مهاجرة وده المرض اللي أحدث التصاقات شديدة، ولأنهم فتحوا البطن فده بيحدث التصاقات أكتر، ولما فتحوا البطن كانوا رأيين الدنيا فيها التصاقات شديدة جدا. كل ده بيقول إن الست دي هاي سيرجيكال ريسك، في خطورة عالية من عمل الجراحة، وبالتالي يجب عمل الجراحة في مستشفى مجهز وبفريق جراحي مجهز ومستعدين لده، أو تفادي الجراحة قدر الإمكان. بنتفادي الجراحة في الحالات دي بإيه؟ العلاجات الدوائية اللي حضرتك بتاخديها دي مش مجدية، لأن العلاجات دي مجدية لو مفيش ليجن، لو مفيش مشكلة، لو مفيش باثولوجي، لو مفيش مرض اللي هو الورم الليفي، مش هتجدي الأدوية دي. طيب، إحنا قلنا من شوية اللولب الهرموني بقى بيتكلموا عليه إنه بيسيطر على أعراض هذا المرض، مش هينفع نركب لحضرتك اللولب الهرموني ده، ليه بقى؟ عشان عندك ورم ليفي شاغلاً تجويف الرحم، فلا مكان لتركيب اللولب. طيب فممكن نتفادى ده بايه؟ باننا نعمل الاوكلوجن، نعمل اغلاق للاوعيه الدمويه المغذيه للورم الليفي، ده قد يقلله. ممكن ناخد علاجات تقلل نشاط الغده النخاميه ونشاط المبيض عشان يقل هرمون الانوثه عشان نحجم الورم الليفي واعراضه. الكلام ده لو سمعته حضرتك بتقوليه اقول ايوه ده بيمارس طب، بس دول وارد ينجحوا وارد يفشلوا، فاذا فشلوا اضطرينا للجراحه اللي هي سيرجيكال ريسك ومحتاجين تيم وفريق جراحي. اما ان انا باخد الدواء ده، لا، اخد الدواء ده الحقيقه غير مجدي، والحقيقه جزء من الدكاتره زي ما قلت لحضرتك ما بيحاربوش معاكي المعركه الخسرانه اللي هم عارفين انها خسرانينها معاكي. فاول ما تخش لهم وفي دكاتره قالوا لي اعمل جراحه ولا انت ايه رايك؟ لا 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 لا، تعملي جراحه ايه؟ خد يا ست العلاج اهو، يلا يا جميل. هي مش هتعمل جراحه، هو بيقول لي كده لما اقول له، يقول لي هي مش هتعمل جراحه وانا ما اقعدش اوجع دماغي، فليه حارب معركه غير مجديه في الاخر؟ فريح الزبون. فده الحقيقه الدكاتره دول بيبقوا ظراف ولطاف ودمهم خفيف ولطيف على قلب العيانين جدا جدا جدا، غير الدكاتره الرزله اللي بيقولوا الحقيقه، وغير الدكاتره دول اللي بيقعدوا يحرقوا في دمهم عشان يقولوا الحقيقه. لكن في الاخر قدام ربنا الجزاء ايه والحساب على ايه؟ فان تكون امينا فيما اعطاك الله من علم، هو ده اللي مطلوب. ففي حاله حضرتك قلنا اهو بقى عشان ما تجيش تقولي لي ما قلتش، قلنا ان يجب الجراحه يجب ان تؤخذ بعين الاعتبار، ممكن تاجيل الجراحه بتدخلات كيماويه هرمونيه ومش منها الدواء اللي حضرتك بتاخديه، وبتدخلات اخرى للاشعه التدخليه لمحاوله تفادي الجراحه، لكنها نسبه فشلها وارده وعاليه. فاذا فشلت يجب التدخل الجراحي في وجود فريق جراحي معد لهذا، لخطوره التدخل الجراحي وصعوبته. معنا وقت؟ تمام، هنكمل الفيديو بقى، اوعد حضراتكم نكمل الفيديو اللي هيتحدث عن ايه؟ عن عدم امانه الاطباء في التعامل مع مخزون المبيض من البويضات القليل. ده هيكون كماله الفيديو، الجزء اللي احنا لسه ما عرضناهوش، هنعرضه الحلقه القادمه. زي ما وعدت حضراتكم في الحلقه القادمه او التي تليها هنعرض لحضراتكم شيء يحمل بشره قويه جدا وبيشير الى ان دايما هناك امل، فالامل في وجه الله تعالى موجود، حيث كتب على نفسه أنه يهب لمن يشاء هذه الهبة الغالية فوق علم وطب الأطباء. ربنا يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. كل السيدات وكل الأنسات للأسف كالعادة الوقت مر بينا، أرجو نكون بالبشرى جينا، وزي ما بنسعد ونستفيد بحضراتكم تكونوا بتسعدوا وتستفيدوا بينا، وبإذن الله أجلكم في معادي بلا تأخير، حاملا لكم ولكل سيدات الوطن العربي يا رب دايما 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 بشرة خير. الحمل دي نعمة وآيات محتاج منا لرعايات، الصبر متعبه وهتهون.
الأطفال بتحلب الحمل دي نعمة وآيات محتاج منا لرعاية الصبر ما تعب وهتهون بتحلب الحمل دي نعمة وآيات محتاج منا لرعاية الصبر ما تعب وهتهون بتحلب